مرحبا بكم. أثار قرار الرباط العودة إلى الاتحاد الإفريقي ردود فعل متباينة بين مرحب بالقرار ورافض له دون التصريح بذلك من طرف بلدان لطالما عبرت عن معاكستها لمصالح المغرب في مختلف المنابر الدولية. هكذا عبر وزير الخارجية الجزائري عن موقف سلبي من خطوة المغرب، موقف ينضاف إلى موقف آخر لرئيسة المفوضية الإفريقية التي اتهمتها الرباط بوضع عراقيل في طريق عودة المغرب إلى الاتحاد. معنا من أجل تناول هذا الموضوع الدكتور خالد الشقراوي الخبير في الشؤون الإفريقية والعربية. دكتور الشقراوي مساء الخير، مرحبا بك معنا دائما. أهلا وسهلا سي محسن. إذن يبدو أن قرار المغرب بالعودة إلى الاتحاد الإفريقي مكانه الطبيعي يزعج الكثيرين. لنبدأ بآخر التفاعلات مع هذا الموضوع، الجزائر عبر وزير خارجيتها تحدثت عن شروط لكي يعود المغرب إلى أسرته الإفريقية. طبعا سنتناول معك إن كان الموضوع يرتبط بموقف أو رأي بلد واحد أم بموقف قارة بأكملها، وكيف تنظرون إلى موقف الجزائر بالتحديد إزاء خطوة المغرب؟ يعني هو موقف كان منتظرا على كل حال، خاصة من لدن المسؤولين الجزائريين الذين بدأوا يتخوفون بشكل كبير من ما قد يحصده المغرب من قبول من لدن الدول الإفريقية، وأيضا الجولات الملكية التي تمت في القارة الإفريقية، وخاصة الانفتاح على منطقة إفريقيا الشرقية، الشيء الذي مكن من حصد مجموعة من التأييدات الجديدة التي لم تكن مطروحة على مستوى الأجندة المعارضة لحضور المغرب في المنتدى الإفريقي. المشكل الثاني وهو الصيغ التي بدأت تطرح في الاتحاد الإفريقي أو التي بدأ يلمح لها بعض المسؤولين وخاصة المسؤولين الجزائريين، سواء وزير الخارجية رمطان العمامرة وأيضا المسؤول عن مفوضية السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي الذي عوض رمطان العمامرة في هذا المنصب السيد إسماعيل شرقي، وخاصة في لقاء وقع في وهران منذ يومين حول السلم والأمن في القارة الإفريقية، حيث تحدث الطرفان وكلاهما سواء إسماعيل الشرقي أو رمطان العمامرة عن ضرورة وضع مجموعة من الشروط لحضور المغرب في الاتحاد الإفريقي، كما أنهم يحاولون أن يدفعوا المغرب إلى الإعلان عن عدم ارتباطه بشروط معينة لهذا الدخول، كما أن رمضان عمامرة طرح مسألة أساس، قال بأن عودة المغرب يجب أن ينظر إليها من منظور سياسي وليس من منظور إجرائي فقط. وكما أن إسماعيل الشرقي المفوض السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي قال بصريح العبارة بأن الأفارقة سوف يرفضون حضور المغرب ودخوله إلى الاتحاد الإفريقي، لأن دخول المغرب الاتحاد الإفريقي سوف يؤدي إلى تقسيم الاتحاد وسوف يؤدي إلى مجموعة من المشاكل الأخرى. وفي هذا الإطار تحدث عن ما وقع في غينيا بيساو على مستوى الاجتماع ما بين الدول العربية والدول الإفريقية واستمرار المغرب في رفضه للجمهورية المزعومة. أعتقد بأن المسألة دخلت إلى نوع من المحك الخطير للغاية، والتصريحات الجزائرية يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار في هذا النطاق بحكم أنها سوف تحرك آلة كبيرة وقوية لمعارضة رجوع المغرب إلى الاتحاد الإفريقي. وفي سياق كلامك دكتور الشقراوي هناك حديث يروج عن تحركات جزائرية سواء داخل الاتحاد كما ذكرت أو من خلال افتعال أزمات، كذلك من خلال مبادرات تحاول التقرب من دول إفريقية اقتصاديا، ما تأثير هذه التحركات في نظرك على الخطوة المغربية؟ نعم، أولا يجب الأخذ بعين الاعتبار بأن الأعداء الوحدة الوطنية لن يقفوا مكتوفي الأيدي ولن ينتظروا أن يرجع المغرب بكل سهولة إلى الاتحاد، سوف يقومون بكل ما في وسعهم لمنع حضور المغرب في هذا الاتحاد. المشكلة المطروح حاليا أن المسألة لا ترتبط فقط بالعودة، لأن مشكل العودة هو مشكل إجرائي والأمر واضح على مستوى ميثاق الاتحاد الإفريقي. طلب المغرب يوزع على الدول، كل دولة تقول موقفها يا إما الرفض أو القبول. عندما تصل 28 دولة بالحساب يجب على المفوضية العامة للاتحاد الإفريقي أن تعلم المغرب بأنه دخل، يعني المسألة لا تتطلب أي إجراء آخر غير هذا الإجراء الإداري العادي. المسألة حاليا أنه نظرا لأنه بالإمكان المغرب الحصول على هذا الشرط وقعت مجموعة من الإجراءات. أولا ما يسمي بالمنتدى الاقتصادي الذي عقد في الجزائر مؤخرا والذي كان فشلا ذريعا، خاصة عدم اتفاق فيما بين الحكومة وأرباب الأعمال الجزائريين في حد ذاته مع عدم حضور قوى فاعلة على مستوى الاقتصاد الإفريقي أو الاقتصاد الدولي. ثم القول الواضح من لدن
الهيئة الاقتصادية الإفريقية أو البنك الإفريقي في هذا الشأن، على أساس أن مشكلة الدولة الجزائرية وهي أنها لا تتوفر على إطار قد يساعد على الاستثمار على مستوى التبادل الاقتصادي الإفريقي البين الإفريقي، نظرا أولا لعجز الاقتصادي الجزائري في هذا الإطار، عدم توفره على إمكانيات بنكية مهمة كما هو الشأن بالنسبة للمغرب، عدم توفره على آليات التأمين، وأيضا عدم توفره على آليات اللوجستيك والآليات الاقتصادية المصدرة، خاصة وأن الاقتصاد الجزائري هو اقتصاد استيراد واقتصاد استهلاك داخلي وغير مؤثر على مستوى السوق الإفريقية. المشكل الثاني هو طرح مجموعة من المشاكل على جهات أخرى، قضية القرقرات حيث هناك بعض العناصر من البوليزاريو التي تأتي إلى هناك للتشويش على المغرب والدفع بالمغرب إلى النزاع أو المواجهة، شيء الذي سوف يعيد الأمر إلى 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 سابق عهده. والمسألة الثانية هو ما وقع على مستوى المهاجرين، قضية المهاجرين وطرد المهاجرين غير الشرعيين في الجزائر مسألة حسبت في الجزائر، وهي عملية ضغط على مجموعة من الدول المساندة للمغرب منها مالي، السنغال، بوركينا فاسو، وبالخصوص النيجر ومالي والسنغال. نعم، الابتزاز يعني. نوع من الابتزاز، سوف أطردوا مهاجريكم، وهذا سوف يؤثر بشكل كبير على البنية الاقتصادية والاجتماعية الهشة أصلا لهذه الدول. إذن يبدو أن واضح أن الهدف هو منع المغرب من تحقيق 28 صوت 28 بلد ضمن الإجراء البسيط الذي يؤدي إلى العودة. نعم، وهناك أمور أخرى، مثلا هناك بعض المحاولات مثلا من لدن رمضان العمامرة والذي يطرحها بشكل كبير، ما هي الخريطة التي سوف يقدمها المغرب، ما علاقة الدستور المغربي بالتوجهات السياسية للمغرب، خاصة أنهم يحاولون تمرير فكرة بأن المغرب هو بلد توسعي وبلد ما زالت عنده مجموعة من الأطماع إلى غير ذلك. مسألة الشروط التي يطرحها المغرب، وفي الحقيقة المغرب لم يطرح شروطا مسبقة، المغرب يريد أن يرجع في إطار ميثاق الاتحاد الإفريقي وللأمر بقي فيما بعد. هناك مجموعة من المناورات وتلعب أساسا على تخويف الدول الإفريقية من المغرب. سؤالي تبادر الدين. نعم. دكتور شقراوي، بمعرفتك بإفريقيا، هل تحتاج أو تنتظر الدول الإفريقية بشكل عام أن يملي عليها أحد أو يفتي عليها فتوى كي تأخذ قرار؟ نحن في عالم السياسة وفي عالم المصالح، لذلك أنا شخصيا وأقول ذلك، المسألة ترتبط بالمصالح السياسية وبكل الأجندات الجيوستراتيجية والجيوسياسية التي تلعب في الميدان. المشكلة أيضا مرتبطة بمجموعة من القناعات السياسية. نعم، هناك دول براغماتية لها قناعاتها السياسية ولها مواقفها ومن الصعب التشويش عليها، لكن هناك دول تعيش مجموعة من المشاكل ومن السهل أيضا التأثير عليها عبر مجموعة من الأوراق الأخرى، الورقة الأمنية، الورقة الاقتصادية، وأيضا الورقة السياسية. وفي هذا الإطار يجب أن نقول بأن الجزائر لا تلعب وحدها كدولة وكنظام وكجهاز أمني في هذا المجال، بل هناك مجموعة من الدول المرتبطة بها، ناميبيا التي أعلنت بشكل واضح رفضها لرجوع المغرب، وهذا شيء كان متوقعا. ما زال هناك عدم معرفة بالموقف الجنوب إفريقي. براغماتيا قد تقبل جنوب إفريقيا بالمغرب، لكن سياسيا قد ترفض. هناك مشكل آخر، هناك بعض الدول التي لا نعرف توجهها بشكل واضح، لكن مصالحها الاقتصادية ربما أو مصالحها السياسية قد تتضرر من عودة المغرب بحسب الأجندات الخاصة، لذلك يجب اتخاذ الحذر في هذا النطاق. لكل أجندته ولكل مصالحه، وبالتالي يجب ضبط هذه المصالح وضبط هذه الأجندات عند التحاور مع هذه الدول. طيب، لا أريد أن أكرر نفس الكلام دكتور، أنت فسرت ما في الكفاية، ولكن الجزائر نعرف نحن كمغاربة الإشكال معها، لكن بالنسبة لدول أخرى ما الذي يزعجها في عودة المغرب؟ نعم، الآن نحن نعلم بأن هناك مجموعة من الدول تتقاسم ما قد يسمى بآليات التحكم في المجال الإفريقي، المفوضيات والمجالس الغير ذلك. مثلا الجزائر تتحكم في هيئة الأمن والسلم، مصر لها موقع أيضا إلى غير ذلك، والدول المانحة أساسا، الدول المانحة الخمس الكبرى، جنوب إفريقيا، الجزائر ومصر وغير ذلك، تتحكم في آليات الاتحاد الإفريقي. المغرب كدولة فاعلة وكدولة كبرى من الدول الإفريقية، وهي دولة الآن هو المغرب والمستثمر الثاني في القارة الإفريقية، إذن عودته سوف تؤدي إلى تغيير موازين القوى في القارة الإفريقية، ربما ذلك من صالح مجموعة من الدول الصغيرة مثلا التي تسعى إلى حضور المغرب لكي ترجع إلى سابق عهدها، لأن القاعدة في القارة الإفريقية
أن المناصب السياسية ومناصب تسيير المفوضيات كانت تعطى للدول الصغيرة غير المانحة بقوة، وفي ذلك كان نوع من الديمقراطية ونوع من التوازن مع الدول الكبرى. حاليا وماذا حصل بعد وصول السيدة زوما إلى السلطة؟ أن الدول الكبرى جنوب إفريقيا، الجزائر، مصر إلى غير ذلك، هي المانحة الكبرى وهي التي تتحكم في آليات الاتحاد الإفريقي، وفي هذا نوع من الإنزعاج والإزعاج لمصالح الدول الأخرى وخاصة الدول الصغيرة. طيب 28 دولة كانت قد دعمت المغرب في عودته وطلبه العودة إلى مكانه الطبيعي ضمن الاتحاد الإفريقي. لو تحدثنا دكتور عن مراكز تأثير المغرب داخل القارة الإفريقية وهذه التجمعات من الدول التي ربما تحتاج إلى ربما جهد دبلوماسي أكبر؟ بالضرورة، المغرب لم يكل من جهده وما زال يتابع جهوده، والأمر متتبع بشكل حثيث وبشكل ضروري، وهناك نشاط دبلوماسي قوي للمغرب، وليس فقط على المستوى السياسي، على المستوى الاقتصادي، على المستوى الثقافي، على المستوى الأمني، باستمرار، ويجب أن يستمر إلى ما لا نهاية له. الجولات الملكية مهمة في هذا الإطار. في السابق كان يعتقد بأن موقع المغرب أساسي فقط في إفريقيا الغربية، إفريقيا الفرنكوفونية، إفريقيا الساحل والصحراء، لكن حاليا الأمور تغيرت بالنسبة لمنظور أعداء الوحدة الوطنية المغربية، لأن هناك انفتاحا على إفريقيا الشرقية، هناك أيضا انفتاحا على دول الجزر، هناك أيضا مستقبلا انفتاح على دول إفريقيا الجنوبية. المسألة تغيرت والمنظومة السياسية الاستراتيجية في القارة الإفريقية تغيرت. لذلك نعم، هناك قواعد للصداقة المغربية الإفريقية مرتكزة مع كثير من دول الفرنكوفونية في الدول الغربية، دول الساحل والصحراء، وبعض دول إفريقيا الوسطى، لكن ما يحصل حاليا مع دول إفريقيا الشرقية من انفتاح وضبط للعلاقات وإعادة بناء علاقات متينة رابح رابح، وأيضا في المستقبل القريب مع دول من إفريقيا الجنوبية، سوف تؤدي إلى تغيير موازين القوى وتنويعها أيضا بالمغرب. وفي تنويع هذه العلاقات أعتقد مسألة لاستقرار القرار السياسي بالنسبة للمغرب وضمان رجوع المغرب وعدم الاتكال فقط على بعض الهيئات التقليدية. طيب يحار المتابع، يعني يحتار المتابع لهذا الحديث دكتور شقراوي، الصدارة بالنسبة للشقين السياسي والاقتصادي لمن؟ هل الاقتصاد هو الذي يحرك كل هذه الأمور؟ هناك تكامل، هناك تكامل لكل واقع، لكل واقع دوره. السياسة لها دورها ولها آلياتها، الاقتصاد له آلياته وله أدواره، وهم يتفاعلان، لكن ليس بالضرورة أنه في كل عمل اقتصادي وفي كل تواصل اقتصادي سوف يؤدي إلى تغيير الموقف السياسي بشكل سريع. ربما التواصل السياسي أساسي، سوف يتغير المنظور فيما بعد، لكن ذلك يحتاج إلى آليتين: الآلية السياسية ثم آلية تلميع الصورة وتقديم المشروع المغربي بالوجه الأصح. وفي هذا يعتبر الجهد الدبلوماسي للخارجية المغربية مهم للغاية، وهو ما يتمن أيضا بالزيارات الملكية في القارة الإفريقية التي تعطي جانبين أهمية قصوى: الجانب الاقتصادي على مستوى التعاون البيني والنموذج الذي يقدمه المغرب للدول الإفريقية، والنموذج الثاني هو صورة المغرب في هذه الدول، خاصة بالنسبة للدول التي كانت تجهل المغرب ولم تكن تعرفه. زيارة الملك لمجموعة من الدول أثبتت بأن هذا البلد المملكة المغربية هو بلد إفريقي، التعاون حقيقي، المسألة لا ترتبط بأجندات سياسية ومصلحية آنية، بل ترتبط بمجهود مغربي لتفعيل آليات الاندماج الاقتصادي وآليات الوحدة الإفريقية، الشيء الذي لم يتحقق في ظل منظومة الاتحاد الإفريقي ولم يتحقق من لدن الدول التي تعارض حضور المغرب. هذه الدول حاليا عدا جنوب إفريقيا هي الدول الأضعف على مستوى الحضور الاقتصادي والاندماج الاقتصادي الإفريقي، كما أنها دول أيضا تساهم بشكل كبير في انعدام الاستقرار في القارة الإفريقية. حاليا مثلا إذا تحدثنا مثلا عن دولة ناميبيا أو زيمبابوي، زيمبابوي هي أضعف دولة على المستوى الاقتصادي في المجال الإفريقي. الجزائر حاليا دولة مستوردة لكافة حاجيتها من الغرب وليس من القارة الإفريقية، خاصة على مستوى الحاجيات الغذائية، وهي دولة مصدرة بالتمام والكمال للمواد الطاقية للمجال الأوروبي. ما دورها الاقتصادي في القارة الإفريقية؟ تقريبا يكاد ينعدم أو صفر، في حين أن هناك دول إفريقية صاعدة حاليا مثل إثيوبيا، مثل كينيا، المغرب أيضا كدولة مستثمرة ثانية في القارة الإفريقية، ربما نسعى لكي نصبح الدولة الأولى. وفي هذا أعتقد بأن هناك بعض المنافسات التي قد تواجه المصالح المغربية في هذا النطاق. لك توقعات دكتور شخصيا
حول مستقبل العلاقة مع جنوب إفريقيا بالتحديد كدولة قوية، مدام المغرب وجنوب إفريقيا يسيران كأنهما في خط متوازي اقتصاديا خصوصا؟ أعتقد بأن إمكانيات التعاون مع جنوب إفريقيا قد تكون مهمة للغاية. الآن المسألة السياسية نعم ما زالت شيئا ما معقدة، لكن يجب أن نرتب ذلك على أساس أن هناك متغيرات أيضا في جنوب إفريقيا، سواء داخل الحزب الحاكم حزب المؤتمر الوطني فيه العديد من التناقضات، هناك نقاشات تحصل في الجنوب إفريقيا، في الكثير من الهيئات في جنوب إفريقيا الآن بدأت تتفهم بشكل أكبر الموقف المغربي، لدينا مجموعة من العلاقات بعيدة عن السياسة، مثلا العلاقات الثقافية تسير بشكل جيد، لدينا علاقات الآن كبيرة جدا مع جامعة كيب تاون. نعم جامعة كيب تاون هي مرتبطة نوعا ما بالمعارضة، معارضة الحزب الوطني الحاكم، لكن هناك خط موجود على المستوى الثقافي على المستوى الاقتصادي. يجب أن نعلم بأن الجنوب إفريقيا هي الزبون الثاني اقتصاديا لإفريقيا للمغرب في القارة الإفريقية، إذن هناك آليات بإمكاننا أن نستثمرها لكي نتفاهم، خاصة رجوع سفير المغرب إلى بريتوريا هذا مهم للغاية، هناك آليات وبإمكاننا أن نقول بأن المستقبل قد يكون إيجابيا بالنسبة للعلاقات مع جنوب إفريقيا. وأقول لا يمكن لا للمغرب ولا لجنوب إفريقيا أن يستمر في التنافر والتنازع، لأن من مصلحتهما أن يوحد جهودهما لأن هدفهما مشترك. في كلمة، توقعاتك دكتور شقراوي حول المؤتمر أو القمة الإفريقية في أديس أبابا التي تفصل عنها بضعة أسابيع، بالإضافة إلى ملف عودة المغرب هناك موضوع انتخاب رئيس. نعم. كيف تتوقع أن يكون هذا المؤتمر؟ أعتقد بأن المؤتمر سوف يكون ساخنا جدا، خاصة المسألة الاتفاق على المفوض الجديد، هناك نقاش وهناك تصارع في هذا النطاق، هناك نوع من الصراع المضاد حول رجوع المغرب، المغرب سوف يرجع ليس بسهولة ولكن سوف يرجع، هذا شيء تأكد ومؤكد، لكن الأمور فيما بعد سوف تكون صعبة، علينا أن نؤسس لعودتنا هاته بآلية دبلوماسية حاضرة، لأننا غبنا لأكثر من 30 سنة عن هذا الإطار وليس لنا موظفون ولا نعرف الآليات الداخلية ولا نضبط آليات، إذن سوف يتطلب ذلك منا جهدا كبيرا ووقتا كبيرا، كما علينا أيضا أن نعمل على إيجاد آليات مستقبلية غير الآليات داخل الاتحاد الإفريقي لربط العلاقة مع الدول الإفريقية وتثبيت حضورنا وتقسيم المجال الجيوستراتيجي من جديد فيما بين الدول الإفريقية. الدكتور خالد الشقراوي نشكرك جزيل الشكر، أنت الخبير في الشؤون الإفريقية والعربية على هذه الأفكار والمساهمة القيمة، شكرا لك. شكرا. شكرا لكم مشاهدي الكرام، ترقبوا على رأس الساعة لنعلوش في أبرز الأخبار.